شفتك الأسعار انخفضت من 5 ل 10%، انخفاض حقيقي ده تم بالفعل، تمام. كلنا لاحظنا الكلام ده. الـ طبعا مشروع رأس الحكمة مشروع عظيم وجه في توقيت احنا كنا محتاجينه جدا جدا توقيت قاتل يا فندم. جدا جدا، وبعتبره يعني من أعظم القرارات اللي اتخذت. يتبقى لينا نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ان المشروع والتوجه العام للدوله بيكون في الاساس للسلع الاستراتيجيه. عشان كده الناس كانت معتقده ان يعني، لان في بعض السلع الاخرى مثلا هتلاقي انخفاض اكتر شويه من كده، تمام. السيارات من 5 ل 10%. لسببين، السبب الاولاني ان التوجه الحقيقي للدعم والتوجه الحقيقي للدوله والتوجه الحقيقي للتوازن في هذا الامر هو للسلع الاستراتيجيه. ومع ذلك بمجرد توفر الدولار انخفض السيارات بهذه النسبه. سلعه السياره هي سلعه كبيره، سعرها ثمنه كبير. يعني لو قلنا مليون جنيه فال 10% دول يشكلوا 100,000 جنيه، ده رقم مش بسيط. تمام. فولكن يعني اتوقع ان شاء الله ان في استقرار خلال الفتره. طيب فكره الاوفر برايس اللي ضربت في بعض السيارات، كان في سيارات بتحس حضرتك انها موديل قديم شويه او البراند نيم نفسه مش البراند نيم القوي جدا، وتبص على سعر العربيه تلاقيها وصل مليون جنيه. طيب ما هو ده هيعمل عجز للمواطن انه مش هيقدر يتحمل تكلفه شراء هذه السياره. امتى هتنتهي لعبه الاوفر برايس اللي ضربه في سوق السيارات؟ عايز اقول لحضرتك ان موضوع الاوفر برايس خلال الفترة الأخيرة ابتدى يقل جدا. ليه؟ النهاردة مثلا عربية فيها أوفر برايس 200,000 جنيه تلاقي الوكيل راح مزود 200,000 جنيه، بعد كده فيها 100,000 جنيه تلاقي الوكيل زود 100,000 جنيه، لغاية ما وصلت المرحلة لمرحلة لا تتحمل أي زيادات أخرى. وده يمكن الكل لمسه خلال الفترة الأخيرة بجد يعني. فده اللي خلى موضوع الأوفر برايس شوية في الآونة الأخيرة. هو بالفعل قل، لكن سعر العربية ما قلش. يعني هو بالفعل قل، الأوفر برايس قل. تمام. ولكن يعني سعر العربيه نفسه انا بقول لحضرتك ان هو وصل لمرحله فوق تحمل المستهلك المصري، فوق تحمل يعني نقول المستهلك بتاع العربيه الاكونوميك هو مش طيب قادر. هي مشكله اسعار السيارات بتقتصر فقط في سعر الدولار ولا تأييد الاستيراد هيأثر هو كمان؟ زي ما حضرتك تفضلت كده، اول حاجه احنا ما عندناش تدبير للدولار فده بيزود السعر. تمام. رقم اثنين ان 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 احنا عندنا بعض القرارات اللي بتعمل قيود. من اهم القيود ايه؟ ان حضرتك الدوله الوحيده في العالم اللي ما تقدرش تدخل عربيه مستعمله، فالمعروض قليل. الدوله الوحيده اللي في العالم ما تقدرش تدخل عربيات الكهرباء والايكو بوست والهايبريد وكل العربيات الجميله دي الا موديل السنه. يعني 2023 زيرو حضرتك ما تقدرش تدخلها مصر. ماشي، دي قرارات سابقه. ده كان المليون جنيه بيشتري عربيه اكزوتيك كارز اللي هي العربيات اللي اعلى فئه، فلما دلوقتي المليون الجنيه يجيب لي انا اقل عربيه موجوده في السوق او في العالم، دي ازمه كبيره. عايز اقول لك ان التاجر خسران زي المستهلك بالظبط، بل يمكن اكتر. ليه؟ التاجر النهارده لو معاه 10 مليون جنيه وكان بيقدر يجيب بيهم 20 عربيه، النهارده ال 10 مليون جنيه ما يجيبوش 10 عربيات. هل دخله قل هذه النسبه؟ ابدا، ده بالعكس يمكن مصاريفه زادت. احنا بنشكرك معالي المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة